شخص أفطر على الأذان وبعد ذلك نعم. نعم. يقول شخص أفطر على الأذان أي نعم. وبعد ذلك تبين أن المؤذن تقدم عن الوقت بشيء يسير فهل عليه القضاء؟ إذا غلط المؤذن، يعني بعض المؤذن بشر يمكن يغلط يؤذن قبل الوقت، فإذا ثبت أنه أذن قبل غروب الشمس يجب القضاء على من أفطر. أما إذا لم يثبت فالأصل صحة الصيام ما لم يثبت أن المؤذن أذن قبل غروب الشمس. نعم فضيلة الشيخ، العلماء يقولون من أكل شاكا في غروب الشمس يقضي، لأن الأصل بقاء النهار حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أن الشمس قد غربت. نعم.